طيب بالظبط. انا عايز اروح للدكتور اشرف، ماذا تفيد اللقاحات؟ ماذا تفيد اللقاحات؟ احنا ليه المفروض ناخد اللقاحات؟ لسببين اساسيين. ان احنا اللقاح لا يمنع بنسبة 100%، نعم لا يمنع بنسبة 100%، لكن بيقلل شدة وخطورة الحالة بلا شك الى حد كبير جدا، نعم. بس في نقطة مهمة جدا، ان احنا بناخد اللقاح زي ما قلنا في بداية البرنامج، احنا عايزين نحول الفيروس من حالة وبائية الى حالة مستوطنة. تمام. ازاي هنعملها؟ ان احنا نحاول نمنع ونقلل انتشار الفيروس في المجتمع. طب هنمنعه ازاي؟ الإجراءات الاحترازية طبعا مهمة جدا، أكيد. مع التطعيم. مع التطعيم بمعنى ايه؟ احنا عشان يبقى عندنا مشكلة فيروسية وبائية في بلد ما، ازاي نمنع انتشارها وتغلغلها؟ مناعة مجتمعية بالحاجتين دول، إجراءات احترازية والتطعيم. طب سؤال، الاتنين مع بعض مع مرور الوقت هنحد من الانتشار. مع مرور الوقت اكتر الحالات هتنخفض خالص، بالزبط. لحد لما الفيروس يختفي من هذا المجتمع. ده قيمة التطعيم. سؤال يا دكتور، اتفضل. انا بس كنت هقول حاجة مهمة. هفترض، ما هتقول بس عشان تكمل بقى، هفترض جدلا ان هذا التطعيم غير مفيد، تمام، هل هو مضر؟ اتفضل بقى كمل اللي انت عايزه. ده اللي كنت لسه هقوله بالظبط. اتفضل. انا شخصيا كان عندي تحفظات على التطعيمات اول ما نزلت، لانها كانت حاجة جديدة ما نعرفش عنها حاجة بالظبط بالتفصيل وكل حاجة، فكنا يعني كان في بعض التحفظات عندي وعند غيري ومن الناس كلها، تمام. ده الكلام ده من أكتر من سنة. بعد مرور سنة، سنة ونص، في كم مليون شخص أخذوا التطعيم سواء في جوه مصر أو برا مصر؟ ملايين. يعني حتى في ناس يقولك إيه، التجربة خير 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 برهان، خير برهان. لو رجعنا، ملايين البشر اللي أخذت التطعيم سواء في جوه داخل مصر، جمهورية مصر العربية، أو على مستوى العالم، وعملنا إحصائية زي ما قال الدكتور عمرو بالظبط، دكتور حيات، عملنا إحصائيات وشمنا نسب المشاكل أو المضاعفات من التطعيم ونسب المضاعفات الخطيرة من هذا التطعيم، هنلاقيها نسب من الناحية الإحصائية لا تذكر، ما نخافش منها خالص. فهو إذا لم يكن، هفترض جدلا أنه غير مفيد، فهو لن يكون عائق أو مضر بشكل أو بآخر. هو مفيد، هو مفيد. يعني احنا برضو عشان مش يعني احنا هنروح للجانب المفيد. المفيد هي النسب مختلفة، ممكن 60-70% حماية، إنما ده ما بيمنعش المرض. عشان برضو الكلام ده واضح، السبب اللي أنا خدت تطعيم وجالي كورونا، طب ما عادي. الفكرة إن ما يحصلش الإصابة تبقى شديدة، وهي دي الهدف الأساسي، إن أنت تعالجه زي علاج الإنفلونزا في البيت. ما تضطرش إنك تروح مستشفى، ما تضطرش أنت في الإنفلونزا العادية، ما تروحش المستشفى، ونساعد على عدم انتشار الفيروس في المجتمع. بس لما أنا أكون مطعم والدكتورة مطعم والكل اللي قاعدين في الأوضة دي مطعمين، الانتشار هيزيد ولا هيقل؟ هيقل طبعا. هذا هو الهدف الأهم. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.